السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في الدرس الرابع من دروس السوشيال ميديا. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إننا نعمل تصميم جديد من تصميمات السوشيال ميديا ونوعية جديدة من التصميمات، زي ما أنتوا شايفين دلوقتي فكرة جديدة مختلفة عن التصاميم اللي خدناها قبل كده عن الشوبينج والتسوق وعن جوميا. فإن شاء الله هنتعلم النهاردة إن إحنا نعمل التصميم ده، وطبعاً إحنا خدنا قبل كده تصميمات السوشيال ميديا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تصميم، هناخد عن الإنستجرام. طبعاً المقاسات خدناها في الدرس الأول من دروس السوشيال ميديا، ارجعوا لها. تصميم الإنستجرام هو 1080x1080 بيكسل، ده بالنسبة للبوست. طبعاً في عندنا لاندسكيب وبورتريت، فده خدناه في الدرس الأول. طيب النهاردة هنعمل التصميم لبوست انستجرام، دي أول نقطة هنسأل فيها. تاني نقطة لازم نعرف عن التصميم هي نوع التصميم اللي عندنا، هيكون لشركة جوميا خلاص، وهيكون التصميم عن الشوبينج، عن التسوق. طبعا احنا عارفين ان جوميا مركز كبير للتسوق والإلكتروني، فالنهاردة ان شاء الله هنعمل التصميم ليها. ثالث حاجة لازم نتعرف عليها، ايه هي الفئة المستهدفة من التصميم؟ مهمة قوي، لان جوميا عندها حاجات كتير قوي، حاجات للاطفال وللكبار والالكترونيات، فايه هي الفئة المستهدفة؟ اللي هي طبقة النساء، الومن، اللي هي طبعا من عمر مثلا 14 سنة الى ما لا نهاية. طبعا كل النساء يعني بتحب الشنط والاحذية والحاجات دي، فاحنا هنستهدف الفئة دي ما عدا فئة الأطفال طبعا. طيب بعد كده اللي يهمني رابع حاجة أسأل فيها العميل، إيه هو المطلوب من التصميم؟ أنتوا حابين تعرضوا إيه جوه التصميم ده؟ فأول حاجة هما عايزين يبينوا عروض صيفية، إن في عروض في الصيف خلاص، وإن العروض ديت لإيه؟ للأحذية وللشنط النسائية خلاص. يعني إحنا حددنا إن هي أحذية وشنط نسائية، فلازم نحدد الفئة المستهدفة العمرية والنوع بتاعها، هل هي أنثى أو ذكر؟ فده يهمني جامد قوي، يعني لو كان تصميمات أحذية رجالية مختلفة. تاني حاجة اللي هي بطريقة تكون تجذب المستهلك إن هو يشتري المنتجات دي خلاص. يبقى احنا هنصمم عروض صيفية الأحذية والشنط نسائية، قلنا لازم نحدد هما نساء أو رجال، لأن لو كان رجال هيكون التصميم مختلف معايا تماما خلاص. يبقى احنا حددنا الفئة المستهدفة، الفئة العمرية والنوع. بعد كده الألوان بتاعة التصميم لازم تكون من البراند نفسه اللي هو براند جوميا خلاص. بعد كده اللي هي طبعا هتكون الأورنج والأصفر. طيب سادس حاجة مهمة بالنسبة لي لازم نهتم بيها وإحنا بنصمم كل مرة بقول عليها، هي الخط. الخط هنا لازم يكون في يعني مقارب لخط الشعار بتاع جوميا، يعني نحاول نختار خط قريب منه علشان يكون في تناسق معايا في التصميم خلاص. طيب طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن عروض ترويجية للصيف خلاص. طيب العروض دي احنا عايزين نبين ان في عروض، هنعمل ايه علشان يبان ان عندي عروض؟ اول حاجة هعملها علشان أبين إن ده عرض، إني أنا هعمل الأحذية هحطها وهعمل الشنط اللي هي موجودة معايا في التصميم. العروض دي هتكون للأحذية والشنط، يبقى أنا هستخدم أحذية وهستخدم شنط، لأن أنا بعمل عروض ترويجية لإيه؟ للأحذية وللشنط، فأكيد هستخدم أحذية وشنط خلاص. والعنصر نسائي فأكيد هستخدم أحط فيه عنصر نسائي، لأن هي أحذية وشنط للنساء، فأكيد لازم أحط في التصميم العنصر النسائي معايا. طيب طيب عشان أبين كلمة عروض هعملها إزاي؟ هبينها في التصميم إن أنا حطيت شكل البالونات خلاص، بس إحنا جبنا المرة دي بالونات أو المنطاد مثلا، جبناها بشكل قلوب، وكمان السحب اللي حواليها تحسس بشكل العروض، وان دي الاحلام بتاع الاحلام بتاعتك بتتحقق في العروض دي. وكمان الاكياس الشرائيه، الباج اللي احنا كنا حاطينها في التصميم، كمان هتقول ان دي عروض، انا عندي دلوقتي عرض شرائي، فاحنا هنبين
العروض الشرائيه، الاكياس زي ما قلنا الباك، انا بين العروض الشرائيه بالحاجات دي. وكل زي طبعا انتوا شفتوا في تصميم في اول الدرس، شفنا كل الكلام ده خلاص. يعني يبقى احنا دلوقتي هنعمل تصميم، هنهتم ان احنا نحط الاحذيه والشنط، وهنهتم ان احنا نعرضها. طب احنا دلوقتي في التصميم اللي قدامنا ده لاحظنا ايه؟ اول حاجه عندي هنشوف اللي احنا عملناه جميا، اللي هو الشعار بتاعنا، الخط كان قريب قوي من كلمه جميا، طبعا ده بالانجليش وده بالعربي بس في تقارب. الباترينا اللي عملناها جوه الموبايل وهي دي التصميم نفسه بتاعنا، ازاي هنتعرف ازاي عملناه وحطينا جواها الاحذيه والشنط، وهنتعرف ازاي نعملها. العنصر النسائي كمان حطيناه في التصميم، البالونات والبلالين اللي احنا حطيناها، وكمان الاكياس الشرائيه على جنب الموبايل، والسحب المحطوطه كمان حوالين الموبايل والبنت والبنتين اللي هم العنصر النسائي معانا في التصميم. طيب دلوقتي احنا هنتعرف ازاي نعمل تصميم زي ده. تصميم يبان ان هو سهل، لكن هو فيه شوية تفاصيل مهمة قوي لازم نعملها، بخصوصا الباترينا اللي احنا عملناها دي اللي فيها الشنط، فمهمة قوي ان احنا نتعلم التصميم ده. الاضاءة كمان مهمة بالنسبة لي، والالوان زي ما قلنا جاية من البراند. هنروح نعمل فايل ونيو. طبعا احنا المقاس بتاعنا 1080 × 1080، لكن احنا طبعا بناخد مقاسات كبيرة في الاول، 3000 × 3000 لانه مقاس مربع، وبعد كده لما نعمل سيف فور ويب بنحط اللي هو مقاس الانستجرام نفسه RGB 300 ريزوليوشن خلاص. طيب دلوقتي هو ده ملف العمل اللي هو الارت وورك بتاعنا، هنبدأ نشتغل عليه. هنحط اللون الاورنج، وهو لون من الوان البراند، زي ما قلنا ان الالوان مهم ناخدها من البراند بتاع جوميا خلاص. طيب لون الاورنج هتختاروا اي درجة من درجات الاورنج يكون قريبة من دي، هنحطها دلوقتي. تاني حاجة هنعملها ان احنا هنجيب الموبايل هنحطه جوه التصميم. انا عايزة ان هو يكون كبير، لاني انا عايزة العين اول ما تشوف تركز على الباترينا اللي احنا هنعملها، لان الشغل كله جوه المنطقة دي، منطقة الشنطة والشنط والأحذية والموبايل، لأن هو تطبيق أبليكيشن، موبايل أبليكيشن، فاستخدمنا فيها الموبايل. طيب دلوقتي إحنا عايزين نعمل الحاجات دي، إزاي هنرسم الحاجات دي جواها، وإزاي هنعملها ونحط العناصر اللي جواها، وهي دي أهم نقطة معايا في التصميم، وهي التصميم اللي هتاخد مننا وقت. هنروح هنا عند كلمة سمارت أوبجكت، هو عبارة عن موكب أصلا للموبايل. هنروح عند سمارت أوبجكت عند المنطقة دي، هنضغط عليها مرتين كليك دبل كليك ونفتحها، تظهر لنا النافذة دي خلاص. هنبدأ نشتغل، كل الشغل بتاعنا هيكون هنا. هنعمل نيو لير جديدة وباللون الأبيض خلاص، هنختار اللون الأبيض ونعمل Alt Backspace عشان نعبيها باللون الأبيض. عبيناها باللون الأبيض. دلوقتي هنبدأ نرسم الشكل اللي شفناه في الأول، نحط المسطرة بتاعتنا بشكل عمودي وبشكل أفقي كده عشان نبدأ نرسم الأبعاد بتاعتنا. هنرسم إزاي؟ طبعا هنرسمها بالبن تول. طبعا في بداية التصميم انتوا بتشوفوها تفتكروا ان هو سهل وان هي حاجة جاهزة واحنا حطيناها جوه الموبايل، لكن هي دي بقى العبقرية في التصميم، ان انت تخلقي تصميم، نخلق تصميم بدون ما يكون هو اصلا موجود. يعني احنا نرسمه، احنا نعمل العالم اللي عايزين ندخله. هنلونها بالفل باللون الجراي ده خلاص. طيب احنا كده رسمناها، اي خطوة هنعملها لازم نسيفها علشان ما تضيعش علينا الخطوات. طيب رسمنا بعد كده المنطقة التانية، الجانب الآخر من الباترينا خلاص، ولوناها بلون أغمق شوية. طيب هنعمل فايل وسيف، أي خطوة نعملها لازم نسيفها علشان تظهر معايا. هنرجع مرة تانية لشكل الموبايل، هنشوف أهو ظهرت معايا الأبعاد بتاعة باترينة الأحذية والشنط. طبعا لاحظت إن هي عايزة شوية. نعمل التانية اللي بعديها، هناخد الجايد بتاعنا. طبعا لو مش ظاهر ليكم الجايد بتعملوا كنترول ار وبتظهر ليكم الجايد
خلاص اللي هي المسطرة والجايد بتاعنا. هنعمل اتنين وبكمان البنتول هنبدأ نرسمها. ماشي معاكم الخطوات بشكل بطيء علشان تفهموا. هنزلها شوية عن، هنميلها شوية لان في ميل في الموبايل خلاص، فهنميلها عن الجايد اللي احنا عملناه. هنزلها شوية بالشكل ده، نرسم الواجهة بتاعتها اللي هي من تحت بالشكل ده، كمان نديها لون اغمق منها خلاص. طيب هلون، هغير بس لون، اللون اغمق شوية، ولون الحيطة من الجنب دي هديها لون افتح عشان تبان معايا. طيب دايما فايل وسيف، ونرجع نشوف مرة تانية، نشوف الشكل مظبوط مظبوط وتمام وحلو ومفيش اي مشاكل معايا خلاص. بس اللي تحت دي انا حاسه ان هي عايزه تنزل شويه، حاسه ان هي مش مظبوطه معايا. هنرجع للشيب، نضغط عليه ونروح عند دايركت سيلكشن. طبعا في الدرس الاول من دروس السوشيال ميديا اتعلمنا ازاي نعمل الموضوع ده، ازاي نرسم بالبنتول ونستخدم الدايركت سيلكشن ونظبط. نعمل تسييف ونرجع نشوف مره تانية، هنلاقي ان هي اتظبطت. نعمل بقيه الارفف معايا، هنسحب الجاي. طبعا لو مش معانا قلنا كنترول ار وهيظهر معانا المسطرة، ونبدأ نسحب الجايد. الجايد الثاني كده، مشينا الخطوات بشكل بطيء علشان نفهم ازاي بنرسمها، لان دي اهم خطوة تظبط معايا في التصميم، هي اللي هيتبني عليها الاساس كله بتاع التصميم. طبعا دي هتكون قصيرة مش رايحة للاخر. نرسمها كده ونرسم الباقي بتاعها، نديله لون اغمق شويه من فل خلاص. والناحيه نحاول نظبط على قد ما نقدر، نميلها شويه، ننزلها عن الجايد لان طبعا الشكل في الموبايل مايل شويه. هنرسم كمان، يعني احنا بنحط الجايد وبنميل عليه الرسمه شويه خلاص. طيب نعمل ده، خدوا وقتكم طبعا وانتم بتظبطوا الشكل، الرسمه هتاخد معاكم وقت. بس اهم حاجة في النهاية ان هي يطلع شكلها مظبوط وكويس. هنغير لونها شوية، ندي لون مختلف شوية عشان يبان البعد بتاعها. طيب نبدأ ننزلها شوية كمان. كل ما نعمل حركة نعمل تسييف ونرجع مرة تانية للشكل في التصميم ونشوف مظبوط ولا لا. فايل وسيف خلاص، ونرجع مرة تانية للشكل ونشوف هو مظبوط معايا ولا لا. تمام. طيب كده اتظبطت معايا الدنيا، هروح اعمل الرف اللي بعده او شويه، بس عايزه بس انزل من هنا اظبطها. طيب ماشي، نروح للرف اللي بعده خلاص، واسحب الجايد بتاعي كده. دايما اسحب اتنين جايد علشان اعمل الابعاد بشكل مناسب، هي بتبقى زي مرشد لينا بس، يعني مش شرط ان احنا نعمل على قدها بالظبط خلاص. وكمان ننزل نميلها شوية عن الجايد ونعملها كده، نميلها ونرسم بقية الرف كده خلاص. ونعمل تسييف، اي خطوة هنعملها تسييف، ونرجع للتصميم نفسه ونشوف احنا اشتغلنا صح ولا لا. نحاول بس نظبط الأبعاد. بنعمل سيف ونروح نشوفها مرة تانية، هنلاقي إن هي ظبطت معايا تمام كده مظبوطة. بس هنزل دي حاجة بسيطة من الناحية دي كده، الدنيا بقت معايا. دايما فايل سيف، نسيف وتمام الشغل كده تمام معايا. دلوقتي ايه اللي ناقص عندي؟ ان انا احط العناصر الاحذية والشنط اللي جوه الباترينا. بس هنا عندي دي شوية عايزة اكبرها، حاسة ان هي صغيرة. اروح عندي الشكل الشيب نفسه، دايركت سيلكشن تول، واحاول اني انا اكبر. لازم نركز واحنا بنشتغل، كل مرة نعمل تسييف ونرجع نشوف الشغل مظبوط ولا لا، شكلها ماشي مع الأبعاد
الموبايل ولا مش ماشية مع أبعاد الموبايل. خلاص دايما نحاول ان احنا نخلق التصميم، مش شرط ان احنا كل مرة لازم صور وندخلها ونعملها ونركبها، نبتكر، لازم يكون في ابتكار في تصميمات السوشيال ميديا بالذات. هنعمل فايل سيف ونرجع نشوف مرة تانية، هنلاحظ ان هي شكلها بقى ممتاز. طيب فضل العناصر اللي هي جوه ان احنا ندخلها جوه التصميم. هنروح كمان للسمارت اوبجكت نفسه وهعمل كلير للجايد علشان اشوف كويس الدنيا معايا. اروح بعد كده اروح اجيب العناصر، الاحذية طبعا والشنط اللي هدخلها جوه التصميم، طبعا لازم احطها فوق بالظبط الشيب اللي هي ده الشيب اللي هي تحته اللي هي فوقه اللي هي الأرضية. خلاص أحطها فوقه، أشتغل بالكاميرا رو فلتر، أحاول أضبط ألوانها شوية خليها لونها باين أكتر. أروح أجيب التانية كمان أحطها فوق الشيب اللي هي الأرضية اللي تحتها عشان بعد كده لما نعمل الإضاءة تيجي فوقيها بالظبط. كمان اللي بعديه وأرتب العناصر، طبعا هعمل الخطوة دي بشكل سريع، هنا فليب هوريزونتال علشان نقلبها. ترتيب عناصر مش مستاهلة ان احنا ناخد وقتنا فيها، هنعملها بشكل سريع. هنرتب وبعد كده هنبدأ. هنا طبعا الظل، هنلاحظ الظل نازل، الشادو بتاع الشنطة نازل على الرف، وهنا فاحنا هنروح نسحبها ونحطها ايه تحت الشكل ده اللي هو الشكل المستطيل ده. فاسحبها هنا، ادور على مكانها، وهنا هندور على الشيب ده فين اصلا عشان نحطها تحته فالظل ما يكونش مرمي عليه، هو ده. خلاص اروح اسحبها واحطها تحته. خلاص دور على الشنطة مرة تانية، هي فين؟ هي دي، هي دي. اسحبها وانزلها عند الشيب، او ممكن نعمل بالماسك عادي يعني، وامسح الجزئية. خلاص لان هي طبعا سمارت اوبجكت فينفعش ان انا اعمل لها بالأداة الممحاة، لازم أعمل لها راسترايز الأول عشان أعرف أمسح منها، فالأفضل أعمل ماسك وخلاص عشان لو في حاجة عايزين نرجعها. هنعمل لها فلتر وكاميرا رو فلتر، وأحاول إن أنا أظهر ألوانها شوية، أزود الصفار فيها، الأخضر شوية، الكونتراست أعليه، التكستشر والكلاريتي أعليهم، وأظبط زي ما أنتوا شايفين. أعملوها زي ما أنتوا شايفين شكلها هيطلع حلو، أعملوه بالظبط، ملهاش قاعدة معينة أو أرقام معينة أقول لكم عليها. هنعمل فليب هوريزونتال، نعكسها ونحطها. تمام كده احنا حطينا العناصر، فاضل الظل بقى اللي هو تحت العناصر، يعني في حاجات فيها ظلها معاها وفي حاجات احنا هنعمل الظل بتاعها. فهنعمل الظل هنا للعناصر دي. خلاص هنروح عند الشنطة الزرقاء وهعمل كنترول جي، هدبلها واخد الطبقة اللي تحتيها، هاخد اللي هي الانكر بوينت واحطها هنا والفها عشان يبقى ان هي بتدور حوالين المحور ده. خلاص بالورب تول احاول ان انا اظبط ابعادها. خلاص كده ويعمل ماسك عليها، وبالجريد يكون اسود وابيض، احاول اشيل الجزئية اللي تحت، وبعدين بالفرشة احاول امسح الاجزاء اللي هي من تحت. خلاص واقلل الاوباسيتي بتاعتها شوية. نفس الشكل هنا الشادو، هعمل لير تحت تحتها تحت الجزمة دي، وأعمل بالفرشة باللون الأسود، والفلو يكون أعلى حاجة، طبعا الشادو اتكلمنا فيه كتير فمفيش داعي نشرحه تاني، ونحطها تحت الشوز نفسه. هنعمل ونعمل ألت طبعا، ونسحب نسخة بالألت ونسحب ونحط على بقية الأحذية عندي. بنقلل طبعا الأوباسيتي بتاعتها، لو لقينا إن الأوباسيتي عالية بنقللها. خلاص طبعا اللير بنعمل دايما لير، ما تنسوش لير تحت العنصر الحذاء ده، هروح ادور عليه مكانه فين هنا واعمل لير تحتيه واعمل الشادو. طبعا هخلي البليند مود، الافضل نخلي البليند مود بتاعها بالمالتي بلاي، شرحنا كتير جدا يعني، فاحنا هنعمله دلوقتي بشكل سريع، واظن ان انتوا بقيتوا محترفين في موضوع الظل من كتر ما عملناه في دروس الدمج. يا ريت اللي مش متابع معايا من الاول يرجع يتابع. كده احنا عملنا، هنسيف علشان الشغل يتسيف وما يضيعش المجهود اللي احنا عملناه. فاضل طبعا
الحيطه اللي ورا دي عايزين نغير لونها، خلاص اضغط عليها او هختار اللون الاول درجه تكون اغمق شويه من الحيطه اللي تحت واللي على الجنب، واعمل الت وباك سبيس والون المنطقه دي. طيب دلوقتي هنعمل تسييف كده، خلصنا خلاص العناصر وكل حاجه في التصميم، ايه اللي باقي؟ السبوت، الاضاءه. هنعمل الاضاءه دي ازاي؟ مهمه قوي ان احنا نعملها. هنعملها ازاي؟ طبعا احنا كل شنطه محطوطه فوق الارضيه بتاعتها خلاص، عشان لما نيجي نعمل السبوت اللايت تكون فوقيها بالظبط. خلاص هروح اختار، هي اداه اسمها سبوت لايت براش، هحطها لكم في ملفات العمل. هنعمل اللير هنا دايما ندور على ايه. هنعمل طبعا هنا اللير فوق كل العناصر دي لان هي هتكون على الشنطه، الشنطتين اللي فوق، فهنعمل لير طبعا. وهناخد الفرشه اللي هي بتاعه الاضاءه باللون الابيض، ونعمل زي ما احنا شايفين كده ضغطه هنا وضغطه هنا. كده عملنا الاضاءه الاولانيه، حلو قوي. الاضاءه اللي بعد كده هنعملها ازاي؟ هنروح ندور على، طبعا احنا عايزين تكون تحت الشيب اللي هو المستطيل ده، هوريكم دلوقتي. هو هندور، طبعا احنا هندور الاول على الشيب نفسه، ايوه اللي هو ده، هو ده الشيب، احنا لازم تكون تحته. هنروح نختاره ونعمل لير تحتيه عشان الاضاءه لما نيجي نحطها تكون تحت الشيب، وفوق في نفس الوقت العناصر اللي هي الجزم، فالجزمة تكون تحتيها تحت اللير دي، واللير نفسها بتاعت الإضاءة تكون تحت الشيب ده، خلاص عشان يبقى الشغل معايا مظبوط. هنروح هنا هندور كمان على الشيب اللي هو المستطيل ده اللي احنا عايزين نعمل إضاءة وراه، هندور عليه هنا منطقة البوت ده، هدور على الشيب بس أشوف مكانه فين، لأن عندنا ليارات كتيرة وأشكال كتير، فنبدأ ندور نشوف مكانها فين بالظبط. خلاص طيب يبقى مكانها هنا، هو ده مكانها بالظبط. هروح على أعمل لير تحتيها، ولازم يكون اللير ده فوق اللي هي البوت البني والأسود علشان تكون الإضاءة عليهم، فننزلهم. لو كانوا فوق عندكم في التصميم أو أنتم ما نزلتوش الحذائين تحت، فتبدأوا تنزليهم تحت اللير دي علشان تكون الإضاءة فوقيهم. طيب وأقلل الأوباسيتي بتاعتها عشان ما تبقاش الإضاءة قوية. طيب روح عند اللير كمان اللي فوقيها اللي احنا عملنا فيها إضاءة، وأقلل الأوباسيتي بتاعتها. أنا هقلل كمان الأوباسيتي أكتر شوية عشان حاسة إن هي عالية، وهنا كمان هنقلل الأوباسيتي، كمان هنا هنقلل. طيب كده الإضاءة بقت خفيفة وناعمة وحلوة. هروح أعمل سيف، أرجع للتصميم، هنلاحظ إن الشكل بقى جميل قوي كأنه صورة وإحنا حطيناها جوه الموبايل، بس هنقلل الأوباسيتي هنا شوية، عالية شوية هنا، مش باين شكل البوت نفسه، حلو قوي. طيب هعمل فايل وسيف. معلش الخطوة دي أنا طولت فيها لأن هي مهمة قوي، أهم نقطة في التصميم كله هي الفكرة من التصميم. طيب بعد كده إيه اللي فاضل معانا نعمله؟ هروح عند الشكل نفسه اللي هو الموبايل، واعمل له فلتر، كاميرا رو فلتر، احاول ان انا اظهر الوانه، اميل الوانه لدرجات الاورنج شويه، هزود الاصفر، الماجنتا، حاجه بسيطه، اكسبوجر هقلل سنها، اعلي الكونتراست، كلاريتي وتكستشر اعليهم، والفايبرانس زي ما انتوا شايفين ظبطوا الالوان بتاعتها عشان تكون ماشيه مع الوان التصميم. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ طبعا المهم عندنا نبدا نشتغل على الاضاءه اللي هي ورا الموبايل. خلاص فبما انها ورا الموبايل يعني هنعمل لير تحت الموبايل بالظبط. الشادو ده طبعا انا مش حباه، هنعمل احنا شادو بعد كده، هنروح عند الشادو هندور عليه ونحذفه من التصميم. هو ده، فهقوم اشيله واحذفه. طيب بعد كده
هروح اعمل طبعا اللير اللي هي ورا الموبايل اللي هي طبقة الإضاءة معايا، هعمل نيو لير، وطبعا هناخد لون من لون الأصفر، أي لون أصفر فاقع شوية، لون ده مثلا، أغير الفرشة، أرجع عليه السوفت براش، الفلو هيكون 100%، والبلند مود سكرين علشان يديني إضاءة، وأعمل ضغطة واحدة بالشكل ده وأبدأ أوسع شوية الإضاءة حوالين الموبايل، أقلل الأوباسيتي شوية، أعمل لير جديدة كمان تكون سكرين، وباللون الأبيض أعمل بالفرشة وأعليها بالشكل ده وأقلل الأوباسيتي بتاعتها. خلاص مشيت في الخطوة دي بسرعة لأن احنا شرحناها كتير وهي سهلة وواضحة. نبدأ بعد كده نعمل لير جديدة اللي هي طبقة الشادو بالبنتول، طبعا هنرسمها كده شادو الموبايل اللي هو جاي منه، لان يعني هنا طبعا منطقة معتمة ما فيهاش اضاءة، وبالفرش عملنا طبعا كنترول انتر عشان نحدد، او بكليك يمين ميك سيلكشن، ورحنا عند البلور جاوزن بلور وقللنا الاوباسيتي، ومشيت كمان فيها بسرعة لان احنا شرحناها كتير. طيب هعمل ماسك على طبقة الظل وابدأ امسح الجناب بتاعتها، طبعا تبقى اخف، وكل ما يبعد تقل منطقة الظل، بس انا همسح هنا الظل لان هنا هتكون الاضاءة اللي جاية من الموبايل ومن الباترينا اللي فيها الاحذية والشنط. هبدأ اعمل لير جديدة فوق الموبايل وسكرين باللون الابيض، هعمل إضاءة وهج جاي من شاشة الموبايل، خلاص أحدد طبعا، أروح عند الموبايل وأعمل كنترول وأضغط عليه عشان أحددها ما يطلعش عندي الوهج برة، وأبدأ أعمل بالإضاءة باللون الأبيض، بعدين كنترول دي عشان أشيل التحديد وأعمل من جناب الموبايل وعلى الأرضية، خلاص وأقلل الأوباسيتي بتاعتها لحد ما أحس إن في تجانس ما بينها وما بين اللي حواليها. خلاص أبدأ الشادو أمسح أكتر من منطقة الإضاءة وأغمقه أكتر كل ما يبعد عن المنطقة المضيئة، وأقلل الأوباسيتي بتاعتها اللي هي طبقة السكرين، أقلل شوية الأوباسيتي، أبدأ أحاول أظبط وأعمل لير كمان فوقيها، بس الأول شوية بس أشتغل على طبقة الإضاءة البيضة، خلاص من الجناب والحرف بتاع الموبايل و الطبقة اللي فوقيها عملناها كمان سكرين، وهناخد اللون الأصفر درجة من الأصفر من المحيط اللي حواليها كده، ناخدها بالألت، وأعمل كمان على جناب الموبايل إضاءة كده جاية من النور اللي هو ورا الموبايل. طيب هقلل الأوباسيتي بتاعتي لحد ما احس انه العين مستريحة في التصميم وانه مفيش حاجة زيادة عندي. طبعا ده بيرجع لنظرة كل واحد فينا في تصميمه، ومع التدريب الكتير هتعرفوا تظبطوا الحاجات دي. طيب خلاص كده احنا خلصنا من الموضوع ده، بس هروح عند ماسك الشادو وأحاول إن أنا أشتغل عليه شوية، هرجع شوية أجزاء من لأن طبعا كل ما يبعد هيزيد، وهروح عند طبقة اللير بتاع الشادو وأقلل الأوباسيتي بتاعته، خلاص كده تمام ظبطنا الدنيا دلوقتي. بعد كده اللي ناقصنا في التصميم إن أنا أجيب العنصر النسائي اللي هو البنتين اللي هو حسسك ان في عروض وفرحانين وان هما داخلين التسوق، فدي كانت انسب صورة انا شايفاها في التصميم، فهنعمل كنترول جي ليها، وهناخد الطبقة اللي تحت نعملها راسترايز علشان اقدر اتحكم فيها براحتي، لان طبعا سمارت اوبجكت ما نعرفش نعمل تعديلات، ونعمل كليك دبل كليك عليها وكالر اوفرلاي باللون الاسود، احولها للون الاسود، اخد الانكر بوينت واقلب الصورة، طبعا لازم اعمل فليب هوريزونتال علشان
تكون على نفس، عشان كده هي مقلوبة، فهعمل فليب هوريزونتال عشان تكون رجل البنت اللي هي رفع رجلها دي على نفس الرجل. خلاص بالوارب تول احاول ان انا اضبط الابعاد بتاعتي في الشكل. طيب منطقة الظل دي مهمة، هعمل فلتر بلور جاوزن بلور وازود البلورينج فيها واقلل الاوباسيتي. الخطوة دي مهمة، ركزوا معايا، واسمي ده شادو. طيب اعمل عليه ماسك واحاول ماسك احسن من الممحاة، علشان لو في حاجة غلط احنا عملناه وحابين نرجع مرة تانية بالماسك. طبعا الاسود بيخفي والابيض بيظهر. اعمل لير جديدة مالتي بلاي، طبعا دايما اي طبقة ظل البلند مود بتاعها مالتي بلاي. خلاص اوعوا تنسوا الخطوة دي عشان يحصل تجانس بينها وبين الارضية. هبدأ اعمل اللي هو بنسميه كونتاكت شادو، او ازود شوية الظل في المناطق القريبة من البنت والعربية، عربية التسوق، واعمل لير كمان فوقيها، واعمل بشكل عام باللون الاسود كده شادو. خلاص وأقلل الأوباسيتي بتاعته وانزل على الطبقة اللي هي اللي احنا غمقنا، اعمل عليها ماسك وابدأ امسح الحاجات الزيادة. اشتغل على الماسك ما بين طبقة الظل الشادو الاولى والتانية وابدأ امسح الزيادات باللون الاسود. اي زيادة عندي همسحها خلاص لحد ما احس ان حصل تجانس معايا تماما في التصميم وفي الظل ما بين المناطق القريبة والبعيدة. اقعد اقلل في الأوباسيتي او اعليه لحد ما اوصل للشكل اللي نحس ان هو صح وكويس. خلاص كده احنا بنمسح، بنشيل الزيادة في الظل. طبعا الفلو بيكون قليل قوي، 3% 1% عشان ما يمسحش جامد قوي معايا. طبعا احنا ما بين الماسك الاول والتاني بنشتغل ونقلل الاوباسيتي. خلاص طبقة الشادو اللي انا عملتها فوق دي هبدأ اقللها شوية كمان. طيب كده وصلنا ان الظل بقى ممتاز معايا. هعمل طبقة الإضاءة ورا البنتين، هعمل بلند مود سكرين، هاخد اللون الأصفر وأعمل ضغطة واحدة بالفرشة. الفلو طبعا لازم يكون 100%، وأعمل ضغطة وأبدأ أوسع معايا الإضاءة، عشان كمان ده عنصر إحنا عايزين نبرزه في التصميم، لأن دي أحذية وشنط نسائية، لأن هي دي الفئة المستهدفة اللي إحنا مستهدفينها في التصميم، مستهدفين طبقة البنات فقط، مش الاطفال ولا الرجال ولا اي حاجه. فده مهم عندي في التصميم. هروح اجيب الباك واحطه في التصميم. خلاص احطه ورا الموبايل، انزله تحت واحطه ورا الموبايل. اروح اجيب الاكياس الشرائيه الثانيه احطها طبعا دي قدام الموبايل. خلاص واروح اجيب الشوز ده الازرق فليب هوريزونتال واحطه كمان في التصميم قدام الموبايل بالظبط. طيب كده ظبطنا عناصرنا. نعمل شادو ليها، لير تحتيها بالفرشه باللون الاسود، الفلو 100 وضغطه واحده، ونبدا نصغرها ونحطها ونقلل الاوباسيتي بتاعتها. نعمل شادو كمان تحت الاكياس نفس الشكل بالفرشه باللون الاسود، ونظبط ابعادها ونحطها تحت الاكياس الشرائيه والبلند مود. طبعا اكيد مالتي بلاي واقلل الاوباسيتي بتاعتها، وابدا اعمل كمان لير جديده اسمها كونتاكت شادو وبلند مود مالتي بلاي، وباللون الاسود اشتغل في المناطق القريبه من الاكياس. طيب كده احنا خلاص ظبطنا كل حاجه عندي وعناصرنا وظلنا. الاكياس اللي هناك طبعا فيها ظل فما عملناش. هنعمل ايه دلوقتي اللي هي الضج والبرن؟ هنعمل كنترول شيفت ان، هتطلع لنا البانل دي هنسميها ضج اند بيرن. طبعا احنا اتعلمنا ان احنا ممكن نعمله بالكيرف وممكن نعمله بالطريقه دي، واحنا هنتعلم النهارده الطريقه دي، هنتعلم ان احنا نعمله بكذا طريقه. المود بتاعها هتكون اوفرلاي وفيل ويذ اوفرلاي ناتشورال كولر. تمام لازم نعمل صح على العلامه دي. هنعمل الدج والبرن، يا اما بالاداه دي الدج والبرن خلاص، او بالفرشه، وهعلمكم ازاي دلوقتي ازاي نعمله بالفرشه. خلاص انا بحب بالفرشه لاني لو عملنا حاجه غلط نقدر نمسحها عن الدج والبرن. هنشوف دلوقتي هنعمل ازاي. هروح اجيب اداه الدج، انا طبعا المناطق اللي هي عند الاضاءه الحواف هنعلي الاضاءه فيها، والمناطق البعيده هنغمقها. الحركه دي بتعمل لي عمق في التصميم وواقعيه اكتر للتصميم. هروح عند البنتين
وأشوف الصورة بتاعتهم وأعمل كنترول وأضغط عليهم عشان أحددهم، وأنا بعمل دج والبرن وما يكونش فيه تشوه خارجي للبرن، زي ما كتير من تطبيقاتكم لما بتبعتوها بيكون فيه تشوهات معايا لأنه مش بتعملوا عملية اللي هي التحديد، فبيطلع الدج أو البرن بره فبيبقى فيه تشوه. خلاص تمام. يعني المناطق اللي هي من الإضاءة هنحط فيها، طبعا هنا طبقة الأكياس بتكون من فوق مضيئة لأن الإضاءة جاية عليها من فوق، وكمان هنا الحذاء، أي طبقة هنعمل عليها نروح عندها ونعمل كنترول ونحددها. طب أنا دلوقتي حابة أغير مكانه شوية عشان هو كده قدام الموبايل مش هتكون في إضاءة جاية عليه أصلا، فإحنا هنمشيه كده بحيث إن الإضاءة اللي جاية من الموبايل جاية رمية عليه من ورا. طيب دلوقتي لاحظنا إيه؟ لما حركنا المنطقة الدرج اللي احنا عملناها ما اتحركتش معايا. طب ازاي نحل المشكلة دي؟ عشان في ناس كتير بتواجههم المشكلة دي في التطبيقات، لاحظتها معاكو. هنعمل ازاي؟ هنروح عند دلوقتي هنستخدم الفرشة. ازاي؟ هنروح عند اللون ده، بدل ما هو اسود هنقلبه جراي، 80 80 80، طبعا دي الرقم بتاع اللون الجراي اللي هو نفس لون طبقة الدرج. خلاص الجراي ده بيمسح الابيض، بيعمل اضاءه، والجراي بيعمل لي مسح للتاثير. فهروح اجيب الفرشه العاديه وباللون الجراي ده هبدا امسح تاثير الضج اللي انا عملته. خلاص يبقى الابيض بيعمل الضج والجراي بيمسح. البرن عكس، الاسود بيعمل البرن والجراي بيمسح. يبقى انا دلوقتي مسحت بالفرشه وانا عند الجراي باللون الجراي مسحت التأثير اللي أنا عملته من الضج. يبقى احنا دلوقتي لو عملنا ضج وحركنا العنصر والضج ما تحركش معانا، ما تقلقوش من الموضوع ده، نقدر نمسحه بالفرشة. خلاص عشان لاحظت في كتير من التطبيقات يقولوا لي أنا عملت الضج ولما حركت العنصر الضج فضل زي ما هو، طب أعمل إيه؟ همسح؟ بيقعدوا يمسحوا الضج من الأول ويعيدوا من الأول، فاحنا مش محتاجين الكلام ده. يبقى أنا دلوقتي ممكن أروح بأداة الضج خلاص او بالفرشه. خلاص دلوقتي انا عايزه اعمل الدج بمو، هنعمله دلوقتي بقى بالفرشه، مش عايزه اعمله بالدج. خلاص اروح عند الفرشه باللون الابيض هعمل اللي هي عمليه الدج خلاص على نفس طبقه الدج اند بير. هعمله هنا من المنطقه اللي هي ناحيه الاضاءه. يبقى احنا حلينا ليكم مشكله كبيره بتواجهكم في التطبيقات، لما بتعملوا دج وبرن وتحركوا عنصر تغيروا مكانه بتضطروا ان انتوا تحذفوا طبقة الدج والبرن وتعيدوا من الاول. لا مش محتاجين، بالفرشة باللون الجراي هنمسح سواء كان دج او برن. طب انا دلوقتي عايز اعمل البرن، هعمل لير جديدة عشان طبعا لما اقلل الاوباسيتي، او خلينا الاول نعمل طبعا على الاكياس اللي هنا ما عملناش ليها دج، حددها طبعا بالكنترول واضغط عليها وابدأ اعمل اللي هو الدج الإضاءة. قلل الأوباسيتي طبعا للطبقة دي كلها خالص بحيث ان هي ما تكونش الإضاءة عالية قوي معايا مستفزة للعين. هنا بس ايه قللنا كده. هنا الأكياس الإضاءة عالية كمان همسحها بايه؟ بالجراي زي ما قلنا، بالفرشة باللون الجراي. طبعا احنا في التطبيقات التانية كنا بنستخدم الأسود والأبيض، الأسود بيمسح والأبيض بيظهر، لكن هنا عشان الطبقة نفسها لونها جراي فالجراي هو اللي هيمسح. خلاص الجراي هو اللي هيمسح والابيض هو اللي هيعمل الاضاءه. البرن العكس، الاسود هو اللي هيعمل البرن والجراي كمان هيمسح. خلاص يعني بدل الابيض هيبقى اللون الاسود. هعمل طبقه جديده عشان نعمل عمليه البرن، كمان كنترول شيفت ان وهعمل البرن اوفرلاي، وهنعمل صح على الفيل ويد اوفرلاي. هنا البيرن يبقى احنا هنغير الابيض وهنخليه بما انه بيرن هنخليه اسود، ودي طريقة تالتة من طرق الدج والبيرن. حبيت ان انا ما شرحتهاش في دروس الدمج، وحبيت ان اشرحها لكم في دروس السوشيال ميديا عشان تفهموها بشكل اكتر، وعملت الشكل ده وحركته علشان اوريكم الخطوة دي وتفهموها اكتر. تمام، يبقى انا ممكن اعمله بالبيرن وممكن اعمله بالفرشة باللون الاسود. هروح عند كل عنصر واعمل عليه كنترول عشان احدده والبرن ما يطلعش معايا بره، وابدا اعمل المناطق اللي هي بعيده عن الاضاءه الداخليه طبعا
خليها بيرد. خلاص بالشكل ده، حاجات بسيطه بس مهمه. اروح عند الاكياس والبعيده، المناطق البعيده عن النور، اعمل لها بيرن بالشكل ده كده احنا. ونقلل طبعا، عملنا البيرن في طبقه لوحديها عشان لما اقلل الاوباسيتي للبيرن متتأثرش طبقه الضج، لان احنا عملنا الضج باوباسيتي معينه. فلو عملنا بيرن وروحنا نقصنا تاني فهيقل خالص الضج، فنعمل كل واحده في طبقه احسن. نعمل لير جديده، هنعمل السحب طبعا بالكلاود براش. هحط لكم كمان احطها لكم في ملفات العمل ان شاء الله. واروح اختار اللي هي الفرشه دي 917 واحط قدام البنتين، هقلل الاوباسيتي بتاعتهم عشان ما تكونش مبالغ فيها. وهعمل كمان لير تحتيهم واعمل بنوع فرشة مختلفة. خلاص هختار فرشة ارفع شوية، اقل سماكة وشكل منها خفيفة كده، مثلا الفرشة 676 دي، واعمل وراهم واقلل الاوباسيتي، اقلل الاوباسيتي بتاعت الاضاءة لانها عالية كمان فمش مخلية السحب تبان. تمام. طيب هعمل كمان لير جديدة والفرشة اللي هي 917. خلاص واعمل طبقة قدام الموبايل وكمان واحدة ليرات وراء الموبايل، واعمل هجيب البالونات واحطها هنا واحدة قدام واحدة وراء الموبايل واصغرها قوي عشان تحسسني بالعمق والبعد في التصميم اللي هي بعيدة. جميل كده احنا خلاص قربنا نفنش التصميم. فاضل اخر خطوة اللي هي الايد اللي محطوطة دي، حاجة كده فانتازية كده حطيناها في التصميم، يعني حاجة نوع من ان احنا نطلع عن التصميمات التقليدية بتاعت الموبايلات. فعملنا جبنا الشنطة دي وهنحطها، نحاول نظبط الابعاد بتاعتها كده بحيث ان احنا نحسس ان دي عروض، كأن هي شنطة كده يعني عروض شنط وكده. فبالكنترول بنضغط ونغير الابعاد بتاعتها. خلاص وطبعا هي عشان سمارت اوبجكت مش هتشتغل اداة الوارب، فهنستخدم الكنترول ونغير، وبالماسك نمسح الاجزاء الزيادة معايا. طيب نمسح اي جزء زيادة، خلي بس طبعا الابيض هنرجع اي حاجة حذفناها، وبالاسود هنمسح. درس ده دسم دسم ومليان بكمية تقنيات ومعلومات، فاتمنى ان اكبر كمية يعني اكبر قدر منكم يطبق عشان يستفيد، عشان مش هتتعلموا الا لما تطبقوا. مجرد ان انتوا تشوفوا الدرس مش كافي ان انتوا تتعلموا، ممكن تشوفوا سهل لما تطبقوه تلاقوا صعوبة، وممكن تشوفوا صعب ولما تطبقوا تلاقوه سهل. هروح نجيب شعار جوميا، طبعا انا عاملاه جوميا وكاتبه موبايل ابليكيشن للاختصار للوقت، انا هديهولكوا جاهز كده. نظبط الابعاد بتاعته، فاضل التكست. طبعا هنختار الخط اللي هو هنقول عليه بي سي ارابيك، خلاص بولد هو اكتر خط مناسب او قريب من جوميا. هنبدأ نكتب النص بتاعنا. خليكي، المفروض خليكي، معلش انا يعني تمام هي خليكي، بس معلش احنا غلطنا هنا وعملنا كده بالسرعة. خليكي شيك والحقي عروض الصيف. تمام نبدأ نلون كل واحدة. نكبر شيك لان هي المهمة بالنسبة لي، ونخليها باللون الاسود. والحقي وعروض نحط مسطرتنا بحيث ان هو ينتهي عند نفس المسطرة، وندي عروض لان هي عروض نخليها بلون مختلف اللون الاصفر. نكبر الصيف لان هي عروض صيفية فهي تهمني كلمة الصيف. هنعمل طبعا هنا الاداة المستطيل او المربع، نعمل الشكل ده ونسحب بالالت نسخ منه.
اكتبوها خليكي يا جماعة، انا عاملاها في الاصل خليكي، بس هنا معرفش طلعت خليك، وصراحة كسلت ان انا ارجع اكتبها تاني، معلش. فعادي يعني انتوا اكتبوها خليكي شيك والحقي عروض الصيف، لان هي للطبقة النسائية او للفئة النساء بنعمل التصميم. كده يعتبر التصميم خلص وزي الفل معايا. اتمنى ان انا اشوف تطبيقاتكم وتنزلوها في تعليقات بوست الدرس على جروب سارة ديزاينر. اتمنى ان انا اشوف تطبيقات حلوة وجميلة وتفاعل جامد منكم، وان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس وتعلمتوا تقنية جديدة من تقنيات الدمج، اتعلمتوا ازاي تعملوا فكرة، اتعلمتوا ازاي تفهموا الكلام اللي جاي لكم من العميل وتبدأوا تنفذوه، اتعلمتوا ان انتوا تعملوا حاجة حتى لو مش لاقيين لها صورة. فاتمنى لكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.